سأقضي بقية أيامي بالسجن وأموت هنا. هذا ما كتبه المعارض الروسي أليكسي نافالني في مذكرات خطها عام 2022 التي نشرت مقتطفات منها مؤخراً. المعارض الروسي تحدث عن يومياته في السجن، ومنها الجلوس لمدة 7 ساعات أمام ماكينة خياطة، وبعد انتهاء العمل يأتي الجلوس لبضع ساعات أخرى على مقعد خشبي تحت صورة لبوتين، وهو ما أسماه نشاطاً تأديبياً. نافالني كتب أيضاً: كل أعياد الميلاد سيتم الاحتفال بها من دوني، لن أرى أحفادي أبداً، لن أكون موضوعاً لأي قصة عائلية، لن أكون موجوداً في أي صور. وبالفعل صدقت تنبؤات المعارض الروسي، فقد مات داخل زنزانته في فبراير الماضي داخل سجن روسي نائ في القطب الشمالي بعد حكمه بالسجن ل19 عاماً بتهمة التطرف.